اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام ولواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه ولواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني ولواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدوله صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية حيث اطلع سيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع فضلا عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصلب ووجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة. كما اطلع السيد الرئيس على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير المواني البحرية والممرات اللوجستية، على امتداد الجمهورية، لا ممر العريش طابا اللوجستي الذي يصل بين مواني البحرين المتوسط والاحمر، ويربط مناطق الانتاج بالمواني البحرية مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك في اطار الخطة المتكاملة للدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفردي لمصر، وتطوير شبكة المواني المصرية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لتطوير شبكة المواني والطرق الرئيسية، وربطها بالطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة والمتعددة، وتحسين اتصالها بالمدن والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يساعد على تحقيق التكامل بينها لزيادة التداول في المواني، وتحقيق السيولة في حركة النقل والتجارة، وكذا تعزيز توطين الصناعات المختلفه في مصر بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المتميزه للشباب ويضيف الى القدرات الشامله للدوله وينعكس على رفع مستوى معيشه المواطنين